وانا بحب ليه واقف مستيك يعني كان اول شيء احرك حالي احرك عضلاتي يعني جسمي بس سياره ما معي هلا يعني مبدئيا خمسة إلا شوي من شهرين ثلاثين لكن أنا ما المأمن أمر أنا طول عمر أنا بريد أموت بلدي يعني أنا بلدي يعني وضعي الحمد لله رب العالمين وضعي ميسور شوي لكن هون ما في شيء طاول أنا بيرك هون يعني عالي اللهم صل على سيدنا محمد نبي أمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على ربك الله أكبر الله رجعنا بلدنا أحسن شيء. نقط ما جيت ما حد شغلني، شغلوني عرفوني شغلوني 60 سنة قال يقولوا لي قطيع البيت، شغلوني نهارين ثلاثة يقلعوني. جارة محلي أنا كان محلي 400 متر مساحته بحلب. يا حجي شنطتي فين أبوي؟ كانت جنب راسي. هيك سبب وهي الدفاتر وهي القلم وعندي وظيفه اليوم اذا تحرجني انت اذا تحرجني انت ليش؟ انت وظيفتي قدامك حبيبها للمدرسه مبسوط فيها مرتاح كثير الحمد لله رب العالمين العلم كويس نور بعدين أنا جنسي بمزح يعني نوعي مزوحي بعدين عندنا أساتذة كويسين حكي ببقوا معي حكي معهم بمون عليهم كثير ليش؟ سني أكبر كتبت رضيك على فكرة في البيت جوز رشيدي ناصر صن ايش بك؟ يعني شو انا حجوزات؟ فتحة عبد والله تدريس الكبار بتلاقي له هيك ميزة خاصة يعني فعندهم حاجة شديدة لتعلم القراءة والكتابة فبتلاقيهم جايين بهمة ونشاط ليتلافوا الحرمان اللي انحرموه من نعمة القراءة والكتابة والله وقت بتكلم مع اساتذه اخرين واشخاص حتى وبحكي لهم عن حجي محمد في استغراب من الهمه بهالعمر يعني اصعد لان وسعد اول شغله اول واحد بيجي على القاعه يوميا بالسبت والاحد اول واحد بيجي على القاعه قبل كل الطلاب يحاول مشاركه دائما كمان يطلب ان يقرا يطلب ان يكتب يعني يحاول دائما نحن لازم نقرا يعني هلا وصلنا لمرحله يعني بكتب لي عبارات شكر على السبوره بخط يده ما بكل شيء الحياه عرقتني كثير بالنسبه للحياه انت انا شغيل بكل شيء طبعا بالشغل وبالليل وبالنهار يعني متفائل مو مقطوع